سوا مرة تانية ونروح ونكمل أخبارنا. رغم خسارة برشلونة الكبيرة جدا، في خبر حلو كده بقى عن ميسي. حقق الأرجنتيني لينيال ميسي نجم برشلونة الإسباني البالغ 33 عام رقم قياسي هنا خلال مواجهته ببايرن ميونخ الألماني ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. ذكرت شبكة أبتا العالمية للإحصاءات إن ميسي أصبح أول لاعب في تاريخ دوري الأبطال بيظهر في الدور ربع النهائي من المسابقة في 23 مناسبة. تفوق ميسي على زميله في النادي الكتالوني بيكي وإنيستا زميله السابق في برشلونة والمحترف حاليا في الدوري الياباني اللي لعبوا 22 مباراة في الدور ربع النهائي من الشامبيونز ليج. طيب الخبر اللي جاي معانا بعد كده ليه علاقة بإصابات الملاعب وإصابات